8 من قناة حنبال، والبداية بالعناوين. رئيس الحكومة يقرر استئناف التنقل بين المدن يوم 4 من جوان وفتح الحدود يوم 27 من نفس الشهر. انطلاق عمليات تعقيم المساجد قبل عودة نشاطها يوم الخميس القادم. بسبب فيروس كورونا تسجيل ارتفاع طفيف في نسبة البطالة. بكم. بعد اجتماع رئيس الحكومة مع أعضاء الهيئة العلمية والهيئة الوطنية لمجابهة كورونا، تقرر السماح بالنقل والتنقل بين الولايات انطلاقا من 4 من جوان الجاري وفتح الحدود البرية والجوية والبحرية بداية من 27 من نفس الشهر هذا، وسنوافيكم بتقرير مفصل حول هذا الموضوع في نشرة الغد. من المنتظر أن يستأنف النشاط السياحي بداية من 4 من جوان الجاري، وذلك وفق البروتوكول الصحي المضبوط من وزارة السياحة، في وقت عبر فيه أهل المهنة عن رفضهم الحديث عن استئناف النشاط دون تقييم وتعويض للأضرار المتجمعة عن الحجر الصحي الشامل. تقرير سهيل العبيدي. قال وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد علي التومي إن الحكومة تتجه إلى فتح الحدود في آخر شهر جوان الحالي، مشيرا إلى وجود تنسيق في هذا الخصوص مع وزارات الخارجية والصحة والنقل. وشدد التومي أن الإعلان عن فتح الأجواء لا يجب أن يتجاوز غرة جوان، لفسح المجال أمام الدول وشركات السياحة في العالم لاتخاذ قرار بشأن إرسال وفود سياحية إلى تونس، وبالتالي إمكانية استقبالهم في النزل التونسية بداية من جويلية. وأكد الوزير على رغبة الحكومة ووزارته على وجه الخصوص في إنقاذ ذروة الموسم السياحي والفترة التي تليه، مشيرا في هذا السياق إلى البروتوكول الصحي الذي تم إعداده لتطبيقه في مختلف المنشآت السياحية. وأشار الوزير من جهة أخرى إلى ضرورة استثمار النجاح الذي حققته تونس في محاصرة فيروس كورونا للترويج إلى الوجهة التونسية، وكشف في هذا الصدد عن تطرق العديد من وسائل الإعلام العالمية إلى البروتوكول الصحي الذي أعدته تونس داخل المنشآت السياحية والنجاح الصحي الذي حققته في مكافحة كوفيد-19. من جهته أعلن المدير العام للديوان الوطني للسياحة نبيل بزيوش أن الحدود التونسية ستفتح قريبا لاستقبال السياح الألمان والأوروبيين والجزائريين وغيرهم. وكشف المسؤول خلال منتدى نظم الجمعة عن بعد أن المفاوضات جارية مع الأطراف الألمانية المعنية من أجل فتح حدودها أيضا، مشيرا إلى أن جائحة كورونا أثرت على النشاط في تونس على غرار بقية بلدان العالم، محدثة أزمة غير مسبوقة. وللحديث أكثر في هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو السيد ظافر الطيف، كاتب عام الجامعة التونسية لوكالات الأسفار. سيد ظافر، أهلا وسهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا وشكرا على سيد ظافر. مرحبا سيد ظافر. أولا، ومع اقتراب النشاط السياحي، هل يمكن القول أن القطاع سيتعافى من جديد؟ بإذن الله، احنا ما عدناش حتى خيار آخر إلا أن نتعافى، وانه تكون حتى لو باش نتعدينا بالظرف الصعيب وباش نكملوا نتعداو بالظرف الصعيب الى ان ترجع السياحه كما كانت، لكن ما عندناش خيار اخر الا انه باش ننجحوا في ان نعاودوا نرجعوا ونلقاو مؤسسات نتاعنا واقفه، وباش وقت اللي ترجع السياحه كما كانت نكونوا احنا ربما حتى مشهد اخر نتاع السياحه التونسيه. باهي سي ظافر، نحكيو على الأضرار. ما هي الأضرار التي لحقت وكالات الأسفار خلال هذه الفترة؟ أضرار كبيرة وجسيمة. تعرف اللي جايحة بدأت تأثر فينا من أواخر شهر جانفي، اللي وقت اللي سكرت الخطوط ولا السماوات في الناحية الشرقية من العالم، واللي هو الصين أساسا وما جاورها. لكن بعد الضربه الثانيه هي كانت في العمره، وكانت اخر فيفري وقت اللي كانوا لي زانونس دو فواياج كلهم معناها يسونتون انجاجي كسوا ايريان كسوا مع الوكلاء السعوديين. الضربه الاخرى اللي هي بطبيعه الحال العباد اللي كانت تحضر في روحها في موسم
اللي هو موسم ذروة، اللي هو عطلة مارس، واللي هو كانت العباد مستعدة في أن برمجت عدة رحلات إلى الخارج، برمجت عدة معناها ومعناها سي تونجاجي في النزول بور افوار لا ديسبونيبيليتي، يعني من غرف ومن سعر التفاضلي، هو اللي 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 خلى معناها الكوبور بروسك، خلى انه التريزوري نتاع الوكالات الاصفار كلها البر عند نو بارتنير. اي بوي فهمتوا لا الفلوس اللي كيف اللي خذاتها كتسبقه ولا كعنوان خدمات كلها عند لي بارتنير. انا الضربه كانت قاسيه اوتو كبيره. نحكيو هون سبيسيالمون على العمره، موسم العمره واللي برشا مواطنين كانوا انجاجي مع وكالات الاسفار، لكن في اخر الوقت الوضع حتم علينا ان توقف، معناها المجال البري والبحري وكله متوقف. كيفاش باش تعاملوا مع المواطنين اللي هما انجاجي ولليوم وكالات الاسفار مغلقه ابوابها امام المواطنين هذوما؟ هو الحاجه الباهيه هو ثم اخر 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 مرسوم، اللي هو مرسوم رقم 23، واللي هو مشكوره لوزاره السياحه وسيد وزير السياحه اللي كان فهم الموضوع والحكومه تقبلت. هو المرسوم هذا ايش يقول؟ هو يقول في انه ثم الامكانيه بانه ثم فوتشر ياخذوا المواطن، ياخذ كل ما هو قدم، معناها كان باش يكون عنده خدمه من عند وكاله الاسفار اللي هو صالح مده عام، اللي هو ينجم على معناها من هنا هكا الدولي هذاك معناها ياخذ الخدمه نتاعو. سواء كان يعني التسبقه اللي قدمها المواطن تقعد صالحه مده صالحة عام، مده عام ده. الى ان لانه يلزم معناها الامور تعاود ترجع، لانه ثم فلوس عند في حال ظروف تمنع المواطن الموسم الجاي انه ما يكونش موجود في العمره. هذاك نلقاو حل في انه حد داخل نجم ياخذه، يعني هذا يبقى ديما شوف الحريف هو راس المال وكالة الاسفار هو الحريف نتاعو، معناها ماهوش باش يسلم فيه تو، لانه الحريف هو والخدمه نتاعنا الاساسيه احنا هو سي لاكومبانيون اي لاكومبانيمون اي لو كونساي دو نو كليون. هو وهذا باش يبقى متواصل مع الحرفاء اللي هم باش يعاودوا يرجعوا للوحده والا للوكالات نتاعنا والا الحرفاء اللي هم ضاعت عليهم الفرصه باش معناها باش يسافروا ولا باش يكونوا في اقامه في وسط الظل ولا غيره. باهي سي ظافر، هل لديكم مقترحات لانقاذ الموسم السياحي خاصه ونحن على ابواب فصل الصيف؟ شوف معناها هو خلينا نقولوا احنا ساعه الخبر هذايا بانه ان شاء الله من فتح المجال البري والبحري من 4 جوان انه تتفتح ما بين الودن، هذا خرق العاده. اثنين بانه ابتداء من 27 جوان تتفتح السماوات، ايضا هذا معناها بشرة خير ويكون خبر هايل. لكن خلينا نكونوا اكثر واقعيين، فتلا واحنا لكن معناها تو تون غاردون التفائل، احنا ماناشنا في العدميه، لكن اون دو اتر معناها في الواقعيه. الواقعيه هو تقول اللي احنا اسونسيلمون سافا اتر لو توريزم لوكال اي لو توريزم تاع الجوار اللي هو الجزائريين الاخوه والليبيين. اللوكال بالنسبه للتوانسه ان شاء الله يلزم ندعموهم لانه نعرف مليح انه لي كونجي معناها نتاعهم كونسومي، لانهم وقع احتساب الكونجيات نتاعهم في الكونفينمون. نعرف مليح انه خاصه القطاع الخاص انه خرج معناها الموظفين والعمل في وسط قطاع خاص خرجوا تعبين شويه ايضا، لانه يلزم دعمهم. دعم ثم اقتراح واللي هو ايضا معناها واللي هو دي كريدي دو فاكونس اللي هو معناها تتعطى لهم للتشجيع السياحه، معناها السياحه الداخليه. باهي نحكيو هوني على السياحه الداخليه جوستومون سي ظافر، تنجم تكون انقاذ لهذا القطاع، علاش ما نركزوش على السياحه الداخليه سورتو في الوضع الحالي؟ شنو ما نجبدوش؟ نركزوش نركزو مركزين هذاك هو التركيز باش يكون هو يكون اول حاجه معناها بالاعطائهم معناها الامكانيه باش يسافروا، معناها باش يقديوا عطله. هما نعرفوا احنا حكينا على الوضع بدعمهم بانه تشجيعهم
هذا هو كيفاش نجمو نخرجوا منه. شنو حضرتوا للمواطن التونسي؟ فما تخفيضات، فما اسوام معقوله تشجع المواطن التونسي انه يقضي الموسم السياحي نتاعو في بلاده؟ هذا العمل نتاعنا ان شاء الله اللي بدا اتمن توا، هو انه نحضروا نحضروا احنا ديجا في موسم صيفي دخلنا احنا خارجين توا، احنا كنا نعانيو في مشاكل اخرى، اما توا ان شاء الله بهل البشرة هذه ان شاء الله نبداو نخدموا على، لكن الاساس العمليه لازم دعم المواطنين، دعم معناها انه بهالفكره نتاع شيك فواياج ولا شيك معناها القرض لل معناها باش يعدي العطله نتاعو تكون فكره خارق العاده لدعم السياحه الداخليه. باهي سي ظافر، نحكيو على القطاع هذا القطاع السياحي، برشا من العاملين احيلوا على البطاله والحقهم برشا اضرار. اليوم العامل في القطاع السياحي يلقى روحه اصبح قاعد في داره في وكالات الاصفار، شنو مصيره اللي يتفرج فينا توا باش نجم نطمنه؟ اول حاجه في وكالات الاصفار احنا لا عندنا ماكينات ولا عندنا فهمت لا ديزاتولي ولا واحد، احنا عندنا راس المال نتاعنا هو الخدامه اللي عند العمله والاطارات اللي تشتغل في السياحه في وسط وكالات الاصفار. اذا معناها احنا ما نجموش نفرطوا لا في الـ لا في الـ لا في الـ معناها في الخدمه نتاعنا ولا في المؤسسه نتاعنا. اللي احنا وقع الاتفاق في انه في شهر بالنسبه لشهر افريل اللي هو 65% من عند المشغل ثم 200 دينار من عند الدوله. احنا توا داخلين على مي ها هو تعدى جانفي ان شاء الله يبداو في جوان ان شاء الله يبداو في فتح معناها المؤسسه السياحيه معناها السياحيه على كل واحد وهي وامكانياتها وكل واحد هي كيفاش باش تشوف معناها ونرجعوا بشويه. باهي سي ظافر، في صورة عدم فتح المجال الجوي مع أوروبا وتم الاعتماد فقط على فتح المجال الجوي مع الخليج فقط أو إفريقيا، هل هذا كافي لإنقاذ القطاع أو مسيركم مرتبط كان بالسوق الأوروبي السوق الأوروبية؟ هو ثم السوق التقليدية نتاعنا واللي هي السوق الأوروبي اللي عندها العدد الأكبر اللي هو التقليدي، هم مستنسين يجيو من اللي معناها ذاك المتعاهدية الرحلات هما اساسا اوروبيين سواء كان اوروبا الغربيه ولا اوروبا الشرقيه. الظرف السنه هو ظرف خاص جدا. الظرف السنه هو ظرف خاص. باش تعاملوا معاه؟ هو ثم زوز مشاكل، ثم المشاكل اللي هو معناها بالنسبه لفتح السماوات، ثم ايضا بانه ثم اولويات في وسط البلدان هذيك، اسكو الاولويات اللي هي عندها هو لان هي بدا عندها مؤسسات متضرره باش تكون الاولويه هي المؤسسات نتاعها اذا كان مش في الفضاء الاوسع اللي هو الاوروبي. بعد باش يخموا في النواح. احنا الباهي اللي عندنا هو شنو؟ عندنا حاجتين اللي حضرناهم. اول حاجه هو انه القدره تونس اللي في ان الميتريز نتاعها بالكورونا وخرجنا منها معناها من احسن البلدان اللي احسن تسيطر عليه. ثاني حاجه اللي هو حضرنا بروتوكول سانيتير اللي هو باش يكون يضمن بالنسبه للحريف اللي جاي يتمل برا اللي يضمن سلامته دابور في كل معناها الشمام نتاعو ملي يهبط ملي يخرج من المطار للي يكون في وسط الحافله الى النزل بالكاباسيتي نتاع 50% بالجاستيون نتاع الفضاء الكومان اللي هو كيما ريستورون كيما شط كيما بيسين الى اخره. هذا المجهود اللي تونس عملته. هذا معناها ما خلاها اللي هي عندها اسبقيه في انها تستضيف معناها الحرفاء والا تسترجع معناها السياح التقليديين فنقولوا معناها في كلمه موسم الحج والمواطنين اللي هما زادا اونجاجي في الموسم هذايا شنو مصيرهم؟ الحج هو ما ثماش سنه حج. ايه شنو التاجيل زاد الموسم الجاي ولا الموسم الجاي؟ الحج عنده توقيت معين ما عندوش ماهوش متوزع عنده توقيت معين. التوقيت هذا ضاع معناها باش يضيع دونك باش يكون الـ 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 العام الجاي باش يقع ان شاء الله باذن الله الحج دونك اعاده العباد اللي خرجوا سنه ربما يعاودوا يخرجوا ولهنا وان شاء الله العام الجاي نكونوا تكون وكالة الاصفار
هي المساهمه في تطير الحجج. باهي سي ظافر، نختموا معاك في كلمه في القطاع هذايا، شنو تنجم تضيف لنا؟ احنا دائما متفائلين ودائما نقولوا فتح، لكن ثم حوايج موضوعيه، ثم حوايج اللي هي مطالب اللي هما بعثناها احنا للسيد وزير السياحه، وهو اللي هو معناها يفهم الميدان بالكدا، اللي هو يعرف الميدان معناها بالكدا، ويعرف الوضعيه نتاع الوكالات الاصفار معناها كيف كيف. هالمطالب هذه شنو تتمثل؟ مثل هو اللي للحفاظ، ماشي مطالب باش ناخذ فلوس، هي مطالب للمسانده في انه تخفيف عده اعباء، منها اجتماعيه ومنها في الاطلاق سيف. المهم في شنو هو؟ المهم بانه في عوض احنا باش نبقاو ناخذوا في قروض معناها للتريزوري نتاعنا، اللي هو مثلا نحافظ على الخدمه نتاعنا، اللي هو لي شارج فيكس نتاعنا، الكلاوات الى اخره. بركه هات نكونوا نشوفوا في النظره ما اشمل. احنا عارفين احنا عندنا اشهر جاتنا من الصعوبات باش تطلع شويه مع التوريزم لوكال شويه، مي ماشي باش تكون اللي باش تغطي بورسنتاج كبير من الشيفر دافير العادي. معناها الطيارات معناها باش ترجع، اذا كان باش ترجع راهو ابتير من سبتمبر، حتى لو لانها الاجواء تحلت. لكن هات نشوف الامور اون جلوبال. في عوض نبقاو كان في هالخط التمويلي للتريزوري، هات نشوفوا نحكيو على الانفستيسمون. انفستيسمون شنو المعنى؟ احنا النهار الكل وانا قداش لينا من عام، والسيد وزير السياحه يعرف اللي احنا نحكيو على الميزانيفو، على الروفونت نتاع السياحه، على هذايا. علاش ما يكونش التمويل يكون اكبر؟ احنا اون بو افوار ان كريدي من عند دوائر عالميه باش بور لا روفونت نتاع السياحه، وعندنا الوقت الوفا وقتها تولي هل القروض هذه باسم مؤسسات السياحه مره سياحيه باش تكون حاضره وقت ترجع السياحه كما هي كانت في وضع خير واحسن واكثر اورجانيزي. ان شاء الله الجاي كله خير ان شاء الله لوضع القطاع السياحي والوضع البلاد بصفه عامه. شكرا لك سيد ظافر الطيف، كاتب عام الجامعه التونسيه لوكالات الاصفار، على الحضور معنا في الاستوديو. شكرا لك سيد ظافر. وفي موضوع آخر، ولاية باجة، حيث انطلقت عملية التعقيم بمختلف مساجد الولاية، وذلك استعدادا لعودة النشاط الديني بداية من يوم الخميس المقبل. كما نعرف نحن توا دخلنا كتونس الكل فترة رفع الحجر الصحي، ودخلنا في حجر الصحي الموجه، وفما مجموعة من نقولوا نحن من العودات، العودة المدرسية، وتوا عودة إن شاء الله المصلين للمساجد. لذلك بلدية باجة حطت برنامج باش ترافق كل ما المرافق اللي باش ترجع. قمنا الجمعة اللي فاتت بحملة للتعقيم مؤسسات تربوية خاصة المحيط نتاعها وأمامها، واليوم الاثنين نهارنا تو نعمل في حملة تعقيم لكل المساجد على مستوى مدينة باجة. وذلك بعد ما عملنا جلسة مع السيد مدير الجهة والشؤون الدينية على مستوى بلدية باجة، ووضحنا معهم الضروريات اللي احتاجوها والدعم اللي نستناهم بلدية باجة، وكان متمثل خاصة في طلب تعقيم المساجد، وخذينا قائمة في المساجد، عاقمنا معظم المساجد. احنا تو في الجامع الحنفي جامع صغير، وكنا في الجامع الكبير، ودرنا على الجوامع الكل. إن شاء الله ربي يحفظ مصلينا الكل، وإن شاء الله أزمة تتعدى. قالت وزيرة المرأة أسماء السحيري أن الحكومة مكنت دور المسنين من إجراءات وقائية خاصة ساهمت في منع انتشار فيروس كورونا لدى كبار السن، وحققت نجاحا تونسيا في هذا المجال. القطاع نتاع المسنين كان هو القطاع اللي عنده أولوية كبيرة في مواجهتها لجائحة الكورونا، باعتبار أنه نعرف الفئة هدية هي الفئة المهددة أكثر من الفئات الأخرى للإصابة بكل الأمراض، باعتبار وضعيتها الصحية ووضعيتها من حيث الحصانة. حقيقة التزموا هما والمشرفين على المؤسسات هذه في أنه ما يكونش فما اتصال بالعالم الخارجي حتى ما تتمش العدوى، وهذا نجحنا فيه. فما حتى حالة إصابة داخل دور المسنين اللي تشرف، اللي هي تتبع القطاع العام أو اللي هي تتبع القطاع الخاص، واللي كلهم تشرف عليهم الوزارة، وهذا يعتبر مكسب لتونس. وذلك علاش احنا اليوم نعتبروا اللي كل الإجراءات الصحية والوقائية اللي خذيناها نجحت وفي محلها، وتخلينا نكونوا فخورين بالتجربة التونسية في القطاع هذا. نظم أعوان الصحة بصفاقس وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في قضية النائب
محمد عباس، ورفع المشاركون في التحرك الاحتجاجي عديد الشعارات المطالبة بالإفراج عن الموقوفين مؤكدين استعدادهم للنضال ومواصلة الاحتجاجات. قال المعهد الوطني للأحصاء أن نسبة البطالة في تونس ارتفعت لأول مرة منذ سنة ونصف، وذلك في تداعيات لانتشار فيروس كورونا في الأشهر الأخيرة. التقرير لمحمد علي العياري. ارتفعت نسبة البطالة لأول مرة منذ سنة ونصف السنة، وفق ما أظهره مؤشر التشغيل والبطالة للثلاثي الأول من سنة 2020 الذي نشره المعهد الوطني للأحصاء على موقعه الإلكتروني إلى 15.1%. ويستفاد من نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلاثي الأول من السنة الجارية وفق ذات المؤشر بأن عدد العاطلين عن العمل بلغ 634,000 من مجموع السكان النشطين مقابل 623,900 عاطل عن العمل تم تسجيلهم خلال الثلاثي الرابع لسنة 2019. وفيما يتعلق بتطور نسبة البطالة حسب الجنس، فإن قدرة تونس للبطالة خلال الثلاثي الأول لسنة 2020 كانت لدى الذكور بـ 12.3% مقابل 22% لدى الإناث، وفق ما سجله مؤشر التشغيل والبطالة للثلاثي الأول من سنة 2020. ورغم التأثيرات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد التونسي، فإن صادرات زيت الزيتون شهدت ارتفاعا هاما خاصة نحو أسواق الاتحاد الأوروبي. التفاصيل في التقرير التالي. سجلت صادرات زيت الزيتون التونسي مستوى قياسي خلال الفترة الممتدة من نوفمبر حتى أفريل 2020 لتبلغ 190,000 طن بقيمة جملية قدرها مليار دينار حسب معطيات نشرها الديوان الوطني للزيت. وتوجهت نسبة 80% من هذه الكمية المصدرة إلى سوق الاتحاد الأوروبي، ذلك أنه رغم الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا فإن سوق صادرات تونس من زيت الزيتون لم تتأثر. وأفاد المصدر ذاته أن السوق التصديرية التونسية واصلت عملها بشكل طيب، ويعود ذلك أساسا إلى اهتمام الفاعلين بتنفيذ عمليات سحب زيت الزيتون المتعاقد بشأنها مع تونس قبل هذه الأزمة. ويمكن تفسير ذلك أيضا بتصنيف الحكومة التونسية قطاع زيت الزيتون ضمن القطاعات الاقتصادية المعنية بمواصلة نشاطها خلال فترة الحجر الصحي الشامل. كما أضاف الديوان على صعيد آخر أن المساعدات الموجهة لخزن الخواص للزيت وكذلك الأداء الطيب للصادرات التونسية تسبب في تراجع قصير المدى لعرض تونس من الزيت، وشمل تفعيل إجراءات تخزين الخواص للزيت ما يعادل 46,000 طن في انتظار نتائج طلب العروض الثالثة والأخيرة. وفي موضوع آخر، تعاني بعض الجهات في ولاية القصرين من الفقر والبطالة وغياب التنمية، حيث يطالب معظم سكان هذه الجهات السلطة المعنية بالتدخل لإيجاد حل لعديد المشاكل خاصة التنموية منها والمعطلة لسنوات. تقرير فاطمة العبدلي وأسامة الحمراوي. بطالة وبنية تحتية متهالكة وتنمية مفقودة، عناوين تلخص واقع عدد من ولايات القصرين التي ما تزال بانتظار تحقيق أبرز مطالب شبابها والتي تتمثل في العدالة الاجتماعية. وجه نداء الوالي القصرين لأنه هو السلطة الأولى في القصرين وهو المسؤول الجهوي واللي عنده التنمية في القصرين. سيد الوالي، مشاكل عديدة في كل الجهات في القصرين، مساكن كلها متداعية للسقوط، الخدم ما ثمش، الإعانات ما ثمش، قروض حتى قروض نخلصوها ما ثمش. عندك حاجة راهي شاطرة فينا اللي هي ستيد، نضرب كذا نضرب شهرين جينا بثمانية بالمليون ب17%، ليش فينا نحن مش نتوانسة. احنا تو في منطقة الصخيرات الجنوبية بمعتمدية فريانة، بالتحديد منطقة أولاد إبراهيم، كريت معناها فلاحة معناها مناضلين لهنا، وأنا نحب نحييهم اللي هما شادين أرضهم، وهذه منطقة حدودية وهما العين الساهرة على الحدود. نحب نحكي شوية على الفصدق اللي هو الذهب الأخضر كما يسمى، لأن نحب ما نحبش نوجه نداء لوزير الفلاحة برغم المشاكل الجمة اللي موجودة بكل المناطق، أهالينا كلهم العطش
هذه الجهات والتي يعيش معظم سكانها تحت سفح جبال سمامة تفتقر إلى أبرز المرافق الضرورية للعيش بكرامة مثل الماء والكهرباء وغيرها. شوفوا لنا حل في سوق مش شركة، لا أكثر دخل تدرك كل عيش وليه كم ندرك عيش دعمونا العلف. العلف ب 13000 يعبوها يعطونا يعطونا ب 13000 باش الفلاح يجي يروح، ما عطوناش ب 13000 الفلاح تينها قرمة تمدية في الجمهورية التونسية واللي هي تفتقد ل اقل ل ابسط مرافق الحياة. مشاكل المنطقة هذه ماء ضوء، ما عندناش معناها طموح الماء اكثر من الماء والضوء للجهات هذه. الناس هذه تعيش معناها في حياة صعيبة برشا، الناس تعيش تحت سفح جبل سمامة، أغلبية أبناء جهة هذا انخرطوا في عمليات إرهابية، السبب التهميش والفقر والسياسات الممنهجة للجهات هذه اللي خلت أبناء الجهات هذه معناها تغادر وتنخرط في منظمات إرهابية. المنطقة هذه ناقص عديد نقاص، مثل كياسات لا علاقة، ما عندناش حتى كياس وما عندناش حتى مسلك نخرجوا منه، عندنا مسالك فلاحية خايبة ياسر ياسر ياسر، فهمتني؟ إذا صبت المطر نروح لطوطول ما عندناش نخرجوا جملة، فهمتني؟ عديد النقائص منها تتمثل لا مستوصف لا كار لا سبيطار لا ماء، برشا حوايج ناقصة برشا لهنا في المنطقة هذه، فهمتني؟ الدولة ماهيش متلفتة لينا، لا معتمد متلفت لينا، لا رئيس بلدية متلفت لينا، لا ولي متلفت لينا، ما متلفت لينا حد. رغم مرور 9 سنوات على الثورة التونسية التي كانت المطالب التنموية والاجتماعية أبرز شعاراتها، إلا أن ولاية القصرين ما زالت تعيش حالة من التهميش وهيمنة الفقر والبطالة على أوضاعها الاجتماعية. نبقى في ولاية القصرين حيث يواصل أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل بسبيطلة اعتصامهم بمقر المعتمدية مطالبين بانتدابهم، وخاصة من فاقة بطالتهم 10 سنوات في وقت طلب فيه رئيس بلدية سبيطلة فيصل أرميلي بالدعم لإيجاد حل للمشاريع التنموية العالقة. احنا معتصمين من منذ 2018 في أواخر 2018 متواجدين ديما في معتمدية سبيطلة لهنا. اعتصامنا موجود على أصحاب شهادة العليا اللي فاتت بطالتهم 10 سنين وأكثر حتى من 10 سنين، وثم ناس اللي عندهم حتى في 5 سنين وفي 4 سنين لا تجاوب لا من السلطات المحلية ولا من السلطات الجهوية. ما طلبنا هي التشغيل، نحن أصحاب شهادة عليا، معناها اللي أقل واحد فينا ممكن شي عنده 10 سنين ولا أقل شوية 7 سنين، ما فهميش معناها عامين ولا تخرج جديد، هذه مش موجودة. إن شاء الله الوزارة بصراحة إلى حد الآن ما هيش قاعدة تدعم فينا على كما يلزم، إن شاء الله يتلفتونا ويعاونونا. بلديات إذا كان بالحق يحبوا تو التنمية ونجاح البلاد هذه تو مربوطة بالبلديات، البلدية إذا كان أنت توفر لها الدعم. هاك تشوف نحن 600 مليون عملنا رجلنا برشا طرقات، عملنا الإدارة، عملنا الهيئة في إدارة دائرة حي السرور، قاعدين نتحركوا. أما لو كان يعطونا الدعم اللي نطلبوه بالحق فعندنا مشاريع، مثلا عندنا السوق البلدي اللي هو المرشي يسموه، حبوا نعملوه فضاء تجاري كبير، إن شاء الله الصندوق يمشي معنا في الخط وإن شاء الله يدعمونا. والآن إلى أخبار الرياضة مع زميل شاكر الكنزعي. شاكر مرحبا بك. أهلا بك يا مل. الفقرة الرياضية نبدأها بأخبار النادي الإفريقي، أين أصدرت لجنة الإنقاذ والتي تضم كل مكونات أحباء الفريق في الداخل والخارج اليوم الاثنين بيانها الأول، والذي طلبت فيه بتكوين جبهة إنقاذ للنادي تكوين هيئة قانونية مستقلة تتولى مهمة التدقيق في ملفات النادي. كما تم الاتفاق على إمهال ما تبقى من أعضاء الهيئة الحالية ورئيسها مهلة نهائية ب7 أيام للاستقالة. يعيش عدد كبير من الرياضيين التونسيين المقيمين في دولة الكويت وضعا صعبا بعد أن تقطعت بهم السبل عقب إيقاف حركة الطيران الدولي منذ بداية انتشار فيروس كورونا. وفي هذا الإطار طالب عدد من الرياضيين المقيمين في دولة الكويت السلطات التونسية بالتدخل العاجل من أجل ترحيلهم في أقرب وقت ممكن، خاصة أن الحكومة الكويتية كانت قد أعلنت عن عدم استئناف الأنشطة الرياضية قبل شهر سبتمبر القادم.
في القيروان قررت لجنة إنقاذ الشبيبة القيروانية برئاسة توفيق أسبوعي أمس الأحد الانسحاب من الإشراف على فريق أكابر كرة القدم في خطوة مفاجئة. وقد أرجع أسبوعي قرار الاستقالة لاختلاف في وجهات النظر حول الأمور المادية وتوجهات المرحلة القادمة في الفريق. إلى الجزائر الآن، حيث قدم رئيس نادي وفاق ستيفا الجزائري استقالته من منصبه في النادي على خلفية التسجيل الصوتي الذي تم تسريبه مؤخرا. وأكدت تقارير صحفية جزائرية أن الاستقالة جاءت بطلب من والي مدينة ستيف. يشار إلى أن وفاق ستيف يدربه التونسي نبيل الكوكي ويحتل المركز الثاني ب 37 نقطة على بعد 3 نقاط من المتصدر. من الجزائر إلى ألمانيا، حيث تضامن عدد من لاعبي الدوري الألماني لكرة القدم مع قضية مقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد الذي قتل على يد الشرطة قبل أيام. وظهر ماكيني لاعب شالكا مرتديا شارة خاصة كتب عليها العدالة لجورج خلال مباراة فريقه أمام فيردر بريمن في الجولة 29 من البوندسليغا. وننهي بهذا الخبر من إسبانيا، حيث عاد فريق برشلونة للتدريبات الجماعية اليوم بشكل كامل للمرة الأولى منذ فترة توقف النشاط في إسبانيا بسبب تفشي فيروس كورونا. وذكر الحساب الرسمي لبرشلونة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الفريق بأكمله تواجد في مقر تدريبات النادي وتدرب معا لأول مرة منذ أكثر من 3 أشهر. هذا كل ما لدينا أمل في أخبار رياضة الليلة. شكرا لك يا شاكر على كل هذه الأخبار. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لكم على حسن الانتباه وفي أمان الله.